رئيسا واعضاء القيودات التي بذلوها من الناحية التنظيمية لإعداد هذه الندوة التي تتناول موضوعا في غاية الأهمية يتعلق بالمستجدات الشيعية لأراضي الجماعات السلالية وما يطرحه الموضوع من إشكالات عميقة ارتبطت أساسا بقصور التشريع السابق عن الإتيان بحلول قانونية واضحة للنزاعات التي عرفها تدبير هذا النوع من النزاعات العقارية. ونظرا لأهمية الموضوع الذي يندرج في إطار مواكبة محامين الشباب للمستجدات التشريعية المتعلقة بأراضي الجماعة السلالية، فإننا استدعينا من تصديق الضوء على هذه الإشكالات متخصصين في المجال القانوني رجال خبروا ما ينطوي عليه تدبير الأراضي السلالية، ونستحضر من الأستاذ محمد رافع. إننا على وعي تام بأن تنظيم هذا النوع من الندوات نابع من الحاجة الملحة للزميلات والزملاء في تنجيه كفاءاتهم القانونية وتحسين صرف المحاماة والإسهام في تكريس دورهم الريادي في تحقيق الأمن القانوني والقضائي الذي يشكل عماد دولة الحق والمؤسسات. محامون الشباب على دعوتهم وعلى تقبلنا لنكون شركاء في هذا النشاط، وأشكرهم أيضا على شدهم الرحال لكل السادة المحامون والسادة القضاة لخوض النقاش بآنيته لمدينة زبولة اللي هي أيضا على كما هو شأن الصعيد الوطني محتاجة لهذا النقاش لما يعرفه من راهنين. اسمحوا لي أنا أتقاسم معكم بعض الأفكار التي تأتينا يعني من موقع المسؤولين اليوم كرئيس مجلس إقليمي والتي يطرحها موضوع أراضي الجماعات السلالية. أعتقد أن الموضوع ويعرفه الجميع ويسجده هو أن أراضي الجماعات السلالية هي وعاء عقاري وطني كبير ورهان كبير للبنية في جانب الشعب. أكبر وعاء عندنا اليوم هو الوعاء الموجود عند أراضي الجماعات السلالية بالنسبة للعقار، وهو رهان خصب والمستقبل والبنية. أيضا بجانبه واحد الإكراه كبير هو أن هذه أراضي الجماعات السلالية والممارسون في الميدان والقريبون من الميدان منتخبون ومسؤولون يعرفون بأن فيه أيضا إكرام كبير لتعطيل كل قنوات الدنيا. غير 21 سنة ولا 30 سنة وهو معطل لكل أنواع الدنيا ولا يتحرك. معطل للجهد البشري، معطل للجهد النموي، معطل حتى التفكير. أعود للفرص، الفرص اليوم أمامنا مناخ جيد أعاد أراضي الجماعات السلالية للنقاش. انطلاقا من الخطاب الملكي، التشريعات الجديدة الموجودة، وأعتقد بأن النقاش اليوم الذي يقوله الإخوة مشكورين اتحاد محامي الشباب المناطق نائية من هذا النوع من شأنه أن يضيف إلى فرصة فرص أخرى للشد عليها وإيجاد المداخل لتدعيم هذا أولا شكرا لكم كإعلام جهوي على مواكبة الأنشطة العلمية التي تنظم داخل هذا الفضاء الثقافي المركز الثقافي بزاكورة. مجيئنا اليوم إلى هذه المدينة العزيزة التي نفتخر بالانتماء إليها للمساهمة في نشر الوعي القانوني ومواكبة التشريعات فيما يتعلق بالأراضي الجماعات السلالية. تنظيم هذه الندوة بشراكة مع هيئة المحامي بمراكش وبتعاون مع المجلس الإقليمي للزاكورة يأتي في سياق مواكبة إطارنا اتحاد محامي الشباب للمستجدات الشرعية، لا فيما يتعلق بهذه القوانين 1762 أو 1763 أو 1764، وكذلك في مجموعة من الإشكاليات القانونية. هذا دورنا الطبيعي كوننا محامون ونفتخر بأداء هذه الرسالة النبيلة. دورنا كذلك أن نساهم في الرفع من الوعي القانوني داخل مجتمعنا، واختيارنا لهذه المنطقة لم يكن اختيارا اعتباطيا بل كان بناء على مجموعة من المعطيات كما سلف الذكر، تتعلق أولا بكوننا ننحدر من هذه المنطقة
وهذه المنطقة تتوفر على مجموعة من الأراضي الجماعات السلالية، ولا شك أن المواطنين المنتسبين لهذه الجماعات السلالية يطرحون مجموعة من الإشكالات ويبحثون عن أجوبة قانونية لها. ربما هذه المستجدات التي أتت لتفادي الإشكالات التي كان يطرحها تدبير الأراضي الجماعة السلالية فرضت علينا أن يكون لنا السبق في تنظيم ندوة علمية حول المستجدات الشرعية لأراضي الجماعة السلالية.